وصل رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني ومرشد طريق الختمية محمد عثمان المرغني إلى الخرطوم. هذا وكان المرغني قد غادر مطار القاهرة بعد أن وجه رئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير طائرة مصرية خاصة لنقل المرغني ومرافقيه من قيادات الحزب والطريقة إلى السودان تقديرا لمكانته الوطنية وقيمته السياسية والروحية. تمثل عودة السيد محمد عثمان المرغني رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية حدثا استثنائيا في عموم السودان، فالرجل الذي لطالما كان رمزا سياسيا وقطبا حزبيا كبيرا على مدار العقود التي أعقبت استقلال السودان عدا عن كونه قطبا صوفيا لواحدة من بين أكبر وأهم الطرق الصوفية في السودان وفي عموم إفريقيا. أمضى محمد عثمان المرغني ما يزيد على 9 سنوات كاملة في القاهرة، لكنه ظل موصولا بالسودان وبقضاياه، لا سيما بعد السنوات الأخيرة التي شهدت تغيرات كبيرة على مستوى الخارطة السياسية السودانية ومكونات وطبقة الحكم التي جرت في السودان. عودة مولانا سيد محمد عثمان المرغني بما لديه من إسهام كبير جدا في الشأن الوطني السوداني، وهذا شيء ليس جديد بمولانا السيد محمد عثمان المرغني، فهو ظل دائما داعيا للوفاق والسلام ومن أجل وحدة السودان ورفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني. العودة في هذا الوقت تحديدا هي تشير إلى أنه إن شاء الله بداية طيبة وكبيرة جدا لوحدة الصف السوداني، وأيضا لجمع الشمل الوصول إلى وفاق وطني بين أبناء الوطن أجمعين وبين القوى السياسية بإذن الله سبحانه وتعالى. أظهرت مصر أيضا في هذه السنوات انفتاحا كبيرا على عموم الطيف السياسي السوداني، فاستقبلت مصر في القاهرة وفي غيرها من المدن عددا كبيرا من جلسات الحوار السوداني، شملت أحزابا سياسية وفصائل للجبهة الثورية السودانية وكذلك مكونات الحكم المختلفة. تستغل مصر إذن علاقاتها المتميزة بعموم المكونات السودانية المختلفة وعلى رأسها حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تستغل هذه العودة في أن تشكل حلحلة كبيرة للتأزم السياسي الذي يعيشه السودان والانسداد الذي يعانيه فضلا عن تأزم الوضع الاقتصادي. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذن قد وجه بتوفير طائرة خاصة تقل السيد محمد عثمان المرغني وعدد من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للعودة بهم من جديد إلى الأراضي السودانية، حيث كان في توديعه هنا في العاصمة المصرية القاهرة من داخل مطار القاهرة الدولي مسؤولو ملف العلاقات المصرية السودانية في الرئاسة المصرية وقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وكذلك ممثلو السفارة السودانية في القاهرة. من مطار القاهرة الدولي، أحمد أبو زيد للقاهرة الإخبارية.